يلا بيان اقرأيها. عشان نعمل ربط بالقشطة حيكون معنا كولاج، كوب زبدة أو سمنة، لحشوة القشطة 2 كوب حليب لونة، 2 ملعقة كبيرة نشا، 2 ملعقة كبيرة طحين، 2 ملعقة كبيرة طحين مكرمل، يعني 4 معالق طحين، معلقتين طحين بس شكلهم مكررين هم مرتين للوقت. أوكي. يا مروة، وبدنا معلقة كبيرة من ماء الزهر وبدنا سكر طبعا. أوكي. عندنا لتر من الحليب، كل معلقة من كل كوب من الحليب رح نحتاج معلقة من النشا، تمام؟ رح نحط عليها معلقتين من الطحين لكل اللتر. طب هلا الحليب يكون بارد ولا؟ لأنه أنا بعرف إنه النشا لما تحطيها على حليب النشا عشان عندها تصير كثيفة بديها تتماسك. أوكي، بس قصدي عشان ما يكبتل عادي بتحطيها على حليب بارد مش بارد بالضبط، وبنحركه وبنحط السكر. ما رح أحط ماء الزهر نهائي إلا بالآخر. ليش؟ ليه؟ عشان ما بدي تروح ريحته او طعمه بالغليان. تمام. مين بده يحرك لي هلا؟ يلا انا العظيمه بيان. يلا انا عارفه حالها والله، حافظه الدرجه كلها بيان، لانه المساكين اللي معي دائما بيشتغلوا معي. يلا خذي. بدنا نجيب علبه كولاج. وانا اخذت علبه الكولاج تبعوني انمار. بدنا نجيب علبه كولاج موجوده عندنا بالبيت او حتى من الكولاج اللي بيزيد. اذا عملت كمثال معجنات عصاج بقدر اجيب علبه الكولاج ونقطعها مربعات. بدي احكي لكم فكره كثير لطيفه انا بعملها، تمام؟ بس لازم اورجيكم اللي انا محضرتهم الصراحه. عشان احكي لكم انا عن ايش بحكي، انا ما بحشيهم قبل ما احطهم بالفرن. تخيلوا؟ تحشيهم بعد؟ بعد. اوكي. هلا احنا بالمطاعم شايفين كيف؟ احنا بالمطلعه، احنا بالمطاعم بناخذهم شو؟ محشيين جاهزين، صح. تمام؟ انا الصراحه اكتشفت انه بتسيح ايام الحشوه وايام بتغلب وايام الهذا. حشيتها بعد. طلعي. طب كيف فتحتيها؟ هلا رح نشوف. هلا بورجيهم. هلا رح اورجيهم. شايفه كيف؟ اه هلا بنورجيهم. هيا بلشت عنك فيها انمار، كانت رح توقع من ايدي الصراحه. صراحه هي شكلها كثير زاكي. عشان عينك فيها، لا فيش فيها سكر كثير، لسه ما حطيت لها قطر. يلا اقرأي لنا شوي، خليني اقول لهم كيف قطعناه ليصير بهاي الطريقه. طلعت فيش تحكي. عشان اذا كثرت القشطه عليكي. يلا قولي لنا ايش بيقولوا. وصفات كثير حلوه. تسلم ايديك يا امتياز. كلياته بالوربات احنا على فكره، بالكولاج كله بالكولاج. اليوم وصفاتنا. قولوا لي نيالك عم تاكلي من اكلات امتياز. احلاها نيالي انا كنت القناه بتاكل من اكلات امتياز. انا بخنقوكي صراحه. طيب قبل ما اقطعهم رح اجيب وحده وحده بهاي الطريقه. شوفوا ما احلى الكولاج يا جماعه. انا بس تركته بحراره الغرفه لحتى شو ايش بيان صار له داب الثلج عنه. ورح اجيب فكرت بتحكي عن النشا. لا رح اجيب وحده وحده من شايف عندي زبده هون ولازم زبده. اذا قلتوا لي سمنه بزبط، بس زيت بفضل انه لا. طب الزبدة بتعطيها طعم يعني أكثر من الزيت؟ الزبدة بتعطيها نكهة كثير مميزة، والسمنة خصوصا بيستخدموا السمنة البلدية بتعطيها طعم مميز. رح أضل أعملهم زي هيك لحتى شو يا بيان، لخلص كل الباكيت الموجود عندي. وبس أخلص كل الباكيت الموجود عندي بقطعها مربعات متساوية. أوكي. طيب هلا أنا بإيش بحب أقدم جنب الحلو بشكل عام؟ قهوة. قهوة طبعا. قهوة. وقهوتي من وين لازم تكون؟ من بنز حيمان. من بنز حيمان لسببين. أول إشي أنا يعني أقول لك شغلة، نزلت على فلسطين وجربت بنز حيمان بفلسطين وكثير انبسطت لما بنز حيمان صار كمان عندنا هون بالأردن. بس الحلو هلا إنه هن بيشتروا أي وقية بيشتروها شو بياخذوا عليها؟ إيش؟ فنجان كتكوت. حلو يشربوا قهوتكم، يعني القهوة علينا والفنجان علينا. حلو. شايفة كيف؟ طيب خلينا احنا ناخذ، لانه انا زنود الست هي نفسها الكولاج المحشي او البربات المحشيه بالقشطه، لانه نفس طريقه تحضير القشطه. القشطه بدي اخذها نقولها على اي صينيه بايركس عندي لحتى تجمد، بعدين بحب اخذها ايام اخلطها مع قشطه لونه، مش احط القشطه معها وهي سخنه. اوكي. تمام. بحب هلا بعد ما شايفه طلعت زي هيك باخذ كميه منها لما نحب هيك. احنا عيلة بنحب طعم الدسم. اوكي. ماشي. ناخذ، شايفين كيف بتصير؟ بدي اياها هيك. وبتقدر تحشوها. هاي اللي عملناها هون. هاي اللي عملناها هون. أوكي. هاي بدنا ناخذها نحطها هلا بالصينيه ونتركها لتجمد، وما تستخدموها قبل ما تجمدوها. هلا في طريقتين لنحضرها. شو الطريقه الاولى؟ طب ليش اسمها زنود الست؟ زنود الست لانه احنا بنقليها، وراح اخليكي انت تحضري زنود الست. اوكي. شو رايك؟ رايي رايك؟ انا اليوم رح احكي لك كل شيء. فيش مهرب. قال فيش مهرب. نجيب الكولاج. انا باخذ جزء من الكولاج بستخدمه بعمل منه وربات، والجزء الثاني بعمل منه شو؟ بعمل منه ايش؟
زنود الست. اعطينا مقادير زنود الست يا مروه عشان ابلش اشكل بها دول. لا زنود الست بالقشطه رح نحتاج لكولاج لحشوه القشطه، كوبين من حليب لونا، معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من الطحين، 4 معالق كبيره من سكر شعبان، معلقه كبيره من ماء الزهر، وزيت شعبان، وفستق حلبي. شوفي احكي لك يا بيان، انا قسمتهم للكولاج بمربعات، خليك معي يا بندر. تمام، اخذت شوي من القشطه، القشطه قلت لكم اخلطوها بس تخلص مع معلقتين او مع علبه قشطه من لونا، اخذتها وطويتها بهاي الشكل. أوكي. يعني انا حشيتها قبل ما تفوت وين على الفرن، باخذها وبحطها بالصينيه. بس صراحه امبارح مو امبارح، الفتره الاخيره كثير بعملها انا، وبدي اتركها لثاني يوم. يعني هذول امبارح عملتهم كمثال بالليل، حضرتهم جبت هيك بس هيك كل اللي عملته، بس تنيتهم وحطيتهم زي ما هن وين بالفرن وبس طلعوا رجعت هن نفسهم شو عملت، اخذتهم وحشيتهم. فانتوا الاريح لكم بالبيت، وعلى فكره الطريقتين بيزبطوا، بس انا حسيت فريش اكثر لما يكون جايين ضيوف، اكون محضريتهم بس قبل ما يجي ضيوف. ايوه بالضبط، بحشيهم بوقتها. نفس الحشوه اللي انا عملتها بدنا نعمل منها زنود الست، صح؟ فعندي انا ايش، شفتي كيف لفينا رولات الدجاج؟ رح نلف زنود الست. يلا لفي لي اشوف، لفي هيها جنبك وهي انا عطيتك، شايفين كيف هاي حشيتها مثلا؟ فاللي بدكم هاي بتمشي، بدكم هاي بتمشي. كيف حاسه جو المطبخ؟ حلو والله، صح؟ اه تتخيلي حالك يعني في هيك حركه، انا بقول تحركي وهيك، انا مش متعوده على الحركه، بس هو يعني حركه وتفاعل. حكينا بالبقلك مذيعه اخبار. طيب شو السكر اليوم اللي استخدمته بوصفاتي؟ انا اليوم استخدمت سكر شعبان، موجود بكل مكان، لذيذ وطيب، واهم شيء بدوب بسرعه، فبتطلع وصفاتكم احسن. عندي انا الكولاجات هدول، وعندي فستق حلبي، يعني وصفه رخيصه بسيطه، ولا بدها ولا شيء، وبنشتريها من برا باسعار كثير غاليه. انا بفضل انكم تحطوا قطر قبل ما تحشوها. ليه؟ ناخذ هيك احنا عشان تتسقى اكثر، عشان تتسقى وما تتكسر معها، والكولاج بتكسر بس. طب هي شوفي، شوفي لي هاي كيف، هلا هاي بتجنن، رح تقليها انت هلا، يلا حطيها عشان نشوفها. اه دايركت. ناخذ معلقه من القشطه الموجوده عندي. تمام، عملي كمان واحدة؟ اعملي قد ما بدك، رح نقلي نورجيهم. إذا ما بدك يجهز قدام الناس أنا ما عندي مشكلة. لا بدي يجهز قدام، عادي بنحط اللوم عليكي الصراحة اليوم. شايفين كيف بهاي الطريقة بحط. أوكي، خليك لك قشطة على جنب، حاضر. وباخذ إياها زي ما هي بالفستق الحلبي الموجود عندي وبصفطها. شايفين كيف هالطريقة بسيطة سهلة ولا إشي؟ وأنا قلت لكم حبيتها كتير كتير، لأنه حسيت إنه خلاص بجهزها وبديش إياها، لأنه إحنا بنعرف الكولاج بفشفش شوي بلا مع الوقت، بس هاي الطريقة خلاص أنا بحافظ على الكولاج كرنشي. يعني شايفين قديش كرنشي وأنا عم بعمل فيه بالفستق الحلبي. يلا حتحطي قطر عليهم، صح؟ طبعا رح نحط قطر، والقطر اللي بدنا نعمله كل 5 أكواب من السكر، طبعا هذا قطر كميه كبيره، انتوا اعملوا نص الكميه. كل 5 أكواب من السكر، بنحتاج 3 أكواب من المي وعصره ليمونه، وبتتركوه من البدايه من غير تحريك. وبعدين بس يدوب، بس يبلش نشوف السكر يدوب، بنبلش ايش؟ نحركه شوي ونتركه 10 دقائق على النار. طيب ليش السكر؟ عصره الليمونه دائما بيكون انا عندي فضول اعرف عشان يمسك القطر، ما يكون زي المي بس طعمه محلى. بالضبط بالضبط، والله برافو عليك. لا عجبتيني، دخلتي على الجو، دخلتي على الجو. وهي كمان، يعني شوفوا قد ايه الوربات اللي عملناها، والله كنت تعتقدين انها هالقد سهله لما تشتريها؟ لا صراحه شكلها كثير حلو. هي انا بدي اقلي اللي انا عملتهم. ايوه بالضبط، انت بدنا نقلي زنود الست، وبدنا نحطها بالزيت حرارته كثير عاليه، وكالعادة انا مستخدمه زيت شعبان. اوكي، بتقدروا تستخدموه بعباد الشمس، بتقدروا تستخدموه بالذره. ليش؟ قد ايه بدهم وقت لينقلوا؟ ولا شيء، بس يصيروا حمر. أوكي. طيب خلينا ناخذ هالقطرات الحلوين. مين عامل رجيم؟ خلينا نكتر العاد. ما خلينا نكتر لانكم عاملين رجيم. شوفوا كيف قد ايه الوصفة حلوة سهلة بسيطة، وقد ايه شكلهم حلو كمان، عجبوكي؟ كثير.